صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم وجاء في التعميم أنه بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم تعطل جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالمملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي الخميس والجمعة الموافقين للسادس عشر والسابع عشر من شهر ديسمبر 2021 وحيث أن يوم الجمعة يقع ضمن هذه العطلة يعوض عنه بيوم الأحد الموافق للتاسع عشر من ديسمبر الجاري